السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد، هذا المقطع الخامس اتوقع ان شاء الله، يعني الرابع وانها الخامس يا اخي والله ما ادري ناسي. اليوم قصة رمضانية ان شاء الله بحكيها لكم. القصة هذه يعني اثرت فيني كذا شوية فترة يعني معينة، ثم بعدين نسيتها وما تكررت لي. قبل ما نبدا في القصة جيب لك شيء تاكله كذا، سمبوسة شوربة مكروني، عرفت انت كذا، ضبط وضعك عشان تتأكد اسمع تتابع وانت مروق جدا، لان السالفة بتعجبك ان شاء الله. بعد ما تجيب اغراض تخلص اشترك حط لايك واكتب تعليق قبل ما تبدا. بعد ما تبدا بعد تابع المقاطع الاولى الجايه. يلا ابدا. طيب في 2014 اتوقع صف رابع، اوكي، انا اكبر واحد من اخواني، ما في احد اكبر مني يعني بنات او اولاد. اذا دخلت مدرسه ابتدائيه فرضا ما في احد من اخواني يعني اذا صار لي شيء كلمته، ولا اذا صار لي شيء يعني باجيه او كذا كلمه. اللي صار يا جماعه الخير اني كان في يوم كذا كنا ظاهر مع الفسحه، الظاهر مددونا بعد الحصة الرابعة، كنا الثالثة ثم في الساعة ثم الحصة الرابعة، كان فيه ملعب مسوينه طبعا عشب صناعي وهدفين تعرفونه حديد. طيب اجي كذا اشوف الناس يلعبون يتعلقون فيها، ابا انا بتعلق بعد، فراح اخوكم بالله كذا نط متعلق فيها، ثم بينما يتعلق قاعد يتمرجح كذا، ثم يده زلقت كذا، يده طاحت، انطحت انتم بالكرامة على اسفلي منه على الحديدة حق المرمى. طيحة ألمتني أو صرت أبكي مع البكوة. إيش اللي صار؟ صرت ما عاد أتنفس مرة، ما أقدر أخذ شهيق، أبغى صرت ما بلا كذا، ما أقدر، أو إني أقدر أصيح، بس أصيح بأقوى أقوى ما عندي. الطلاب يتجمعون علي يتكلموا معي، وين أخيك الكبير؟ وين أخيك الكبير؟ أنا ما عندي أخ كبير، ما أصلا ما أقدر أتكلم عشان أقول ما عندي أخ كبير. أصيح أبكي دموع تنزل، صيح جلوكيل. انا ما اتذكر ايش اللي صار بعد ما جلوكيل برا، يعني صحيت وانا في غرفة الوكيل قاعد على الكرسي، كان يشربني مويه الظاهر بدبة حطها في فمي وقعدت اشرب. صحيت الحمد لله اتنفس، بس وجهي احمر، دموع كلي، تعبان، خلاص منتهي جدا جدا جدا. خلصت الرابع خامس سادس، دخلت اول متوسط، اوكي زبدة، كنت قاعد انا واسامة او يمكن خمسة من اخوياي قاعدين، احنا الخمسة او الستة. قمت انا من نفسي قمت كذا قلت ابروح المقصف، كلموني اخوياي قالوا يا جواد هك فلوسنا جبناها معك كذا كذا كذا. قلت طيب تم، فظهرني ياني خليت فلوس اسامة او شيء كذا، دعا علي قال ان شاء الله تطيح او شيء كذا. انا قعدت اضحك، اوكي مشيت طبعا عديتهم، والمكان فيه تراب، بس عارفين اللي تراب على الارض كذا، فتات كذا شويه، مو كثير بس شويه، يعني احتمال انك تزحلق وانت تمشي عليه. انا مشيت عنده واسرعت شوي، زحلقت وطحت على 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 جنبي من هنا، من ظهري وضلوع كذا، فهمتوا علي؟ ما صرت اتنفس نفس المره الاولى، انقطع النسم ما عرفت اتنفس. وطبعا جمعوا علي 5 6 10 15 30، جمعوا اخوياي يتبحون فيني، وسامه والباقيين يتبحون الشكومه، يمزح ولا ايش صار له. الطلاب يمسكوني يشلوني يقولون ايش فيك يا ولد. فجاه جاء واحد مسكني الظاهر من هنا وقعد يفغصني يفغصني يفغصني، ثم الظاهر دقني في صدري كذا، ما ادري كيف سوى، ما ادري ايش سوى، بس تنفست خلاص. كان الظاهر ثالث متوسط وانا في اول متوسط. تدرون اني قبل ما اصحى ما صرت اشوف، صرك الدنيا تسود قدامي، خلاص تسود. كان يقول يا اخي شكون ما تشاهد، طيب شكون ما تشاهد في بالك. قلت يا اخي ما طرى على بالي الشهاده، ابا بس انقذ نفسي الحين، والشهاده ان شاء الله اتشاهد بعدين. قابلت اخوياي قالوا عندي دعوه اسامه، دعا عليك فصار لك كذا، معني ان شاء الله المره الجايه اعطيك انا من فلوسي اشتري لك ان شاء الله. هذا الجزء الثاني، الحين الجزء اللي تجمعت الكوارث فيه كلها. دخلت ثاني متوسط، بس وين؟ مدرسه اخرى. أدري أنت قلت 50,000 مدرسة. ثالث متوسط كنت فتو بالكرامة طالع، استأذنت من المدرس قلت أبدأ دورة المياه، وأدخل دورة المياه الطلاب يعرفون إني أنا من نوع إذا طلعت من الصف ما أطول، يعني ماني أروح ألعب ولا أدور ولا أسوي حركات بركات، لا يعرفون إني طالب منتظم طالب سيدة صح. كان في الأرض كان فيها موية شوي، كان يلعب بالطشاش، كان يرش على السيب، مدري والله الله أعلم. زبدة إني مشيت طحت على ظهري في وسط الحمام، يعني اذا فرضا لا سمح الله صار لي شيء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاني حد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس خفت الحين بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. اني قعدت اشهق قعدت اصيح، ما حد جاني. قلت بس، قعدت اتذكر لحظات الندم، لحظات الذنوب اللي كنت اسويها، لحظات الاشياء الخطا اللي سويتها. الاستاذ لا استغرب
كيف جواد طول ما جاء، كلم طالب من الطلاب قال له روح شوف. راح شافني لين على وشك الموت، ما شاء الله على جسم ما شاء الله يمكن مترين طوله، شلني كذا طيرني فوق، كني لعبه كذا طيرني فوق. انا ما ادري كيف اتعافى من الاشياء، زبده انه شلني كذا، ما ادري كيف صار. بديت اتنفس شوي شوي، صار النفس يرجع مو زي اول رجع كامل، يرجع حبه حبه. قلت ما علي يرجع حبه حبه. طبعا لبسي من وراء تغرق مويه، اوكي مويه من الحمام اعوذ بالله. جت الحصه الرابعه عندنا حصه اجتماعيات، درسنا عنده نظام يختار طلاب عشوائيين، هو يجي مع تاب، التاب ذا فيها اسامينا كلنا، يضغط زر النرد يختار طالب معين يساله سؤال، ضغط زر النرد جواد مشعل، يلا يا جواد قلنا كذا كذا، السؤال كان فيه صحاري شيء كذا او تضاريس في المملكه. قمت كذا اوكي جواد مشعل يلا ابى اجاوب، اول ما فتح فمي ابى انطق باول كلمه اعطوه، دخلت ذبابه كذا، دخلت ذبانه كذا في حلقي باسرع شيء، ما دخلت بلعتها، دخلت وقعدت تلعب داخل حلقي، صرت أح اتنفس اكحكح، ما عرفت كيف، بغيت اموت مرتين في نفس اليوم اعوذ بالله. ادفل، الطلاب يشوفوني يضحكون، انا اطلع برا الصف اقعد ادفل في الزباله، ابغى ربها تطلع، احس بحركه عيت لو انها ثابته كان يا اني بلعتها يا اني دفلتها، بس قعدت ادفل ادفل اكحكح اكحكح ما تنفست، دفلتها. ثم رجعت وانا مختنق يعني يا دوب اتنفس. يوم جيت اقعد المدرس يقول لي ما عليك يا جواد، ترى جناح الذبابه ذي دي ترى يقولون فيه، انا ما ادري اتذكر كان في حديث يقول ان ذبابه ان جناحها في حاجه زبده، في حاجه خير فيها ما عليك. وطبعا الكلام ده هو يضحك علي يعني، الطلاب يضحكون كلهم. قعدت كذا شوي الا اخوي يسولف معي يقول قال يا جواد انت ما بغيت، انت متى بتموت وتفكنا يا اخي، اول مره انخنقت انت ما تنفست انت بغيت تموت، ثم مره ثانيه تجي الذبانه دخلت في حلقك يا اخي موت تفكنا يا اخي خلاص فكنا من شرك. فانا بعد ذاك اليوم الحمد لله ما بعد صارت الحركه دي مره ثانيه، الذبانه ما زالت دخلت في همي، ما انخنقت من جديد الحمد لله. ادري القصه ما هي بالشيء الواو يعني، لكن حبيت اعلمكم اياها يعني بحكم الحين شهر رمضان كذا لازم اقول لكم قصص تعرفون. لايك اشتراك سبسكرايب، وشكرا على المقطع الاخير وصلتوا فوق 800 مشاهدة الله يعطيكم العافية، 600 باقي خمس مشتركين نوصل 600 ان شاء الله. المقطع ذا انزلك بما نوصل 600، مقطع 600 مفجر فيه العزيزة هذه يمكن لها شهر عندي ما فجرتها ابدا، بس ان شاء الله عجبكم المقطع، القصة عجبتكم ان شاء الله. تمنى كثير من القصص، اعطوني لايك واشتراك وقولوا لي ايش رايكم في القصة، هل قد صار لكم شيء مثلي او لا، هل الشيء ده اللي يصير عادي او انا عندي مشكلة يعني في التنفس او شيء كذا. لايك اشتراك وشوفكم المرة الجاية بكرة ان شاء الله، يلا مع السلامة.